كما قلت لك نشكر المدرب اللي دار فيها ثقه كبيره. ان شاء الله قلت لك واحد يكون على اوتير ان شاء الله كي تجي الفرصه ان شاء الله يكون قدها ان شاء الله. صافي دو كي تنتقدك الناس صافي دير تاعك تكزيستي. الحمد لله بالانتقادات الانسان يقدر يطور المستوى تاعو. اول حاجه نقول للناس اللي تنتقدك بيان سور كاين الانتقاد، الناس لازم تنتقد، وواحد لازم وانا ثاني لازم يكون عقد تاعي في الميدان ان شاء الله. كما قلت لك المدرب اعطاني لا شونس وشبهني ببعض المنجح اللي هو ثاني مهاجم كبير. نتمنى له كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله كما قلت لك نكون على اوتير باش نرجع الثقه تاع المدرب.